بين شبيهم المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم مجددا مع هذه الانطلاقة السابعة ضمن انطلاقاتنا في فترة المساء في هذه الأشواط المفتوحة الخاصة بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. شاهدنا ستة أشواط انتهت بما حملت من ناموس ومن متعة ومن إثارة لكل محبي وعاشقي هذه الرياضة العربية الأصيلة. نبدأ في هذه اللحظات مع رحلة جديدة عمرها 8 كيلومترات، ويتخلل هذا الشوط أسماء كبيرة دونت وسجلت حروفها من ذهب. شوط للحيل يندفع بشعارات أصحاب السمو والشيوخ. هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذه اللحظة. أبدأ مع بداية ومقدمة هذا الشوط بوجود الغارية على المقدمة. الغارية لهجن الشيحانية يضمرها سالم بن فاران المري، تليها بنت صوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بتضمير عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري. المركز الثالث الداودية على المركز الثالث بشعار هجن الشيحانية بتضمير سالم بن فاران المري. انتقل لأسياد المحتلة المركز الرابع، وهذه أسياد شعار هجن الشيحانية، على ظهرها وسلطان الوهيبي هو مضمرها. المركز الخامس السعدية على المركز الخامس، تتواجد بشعار هجن الشيحانية مع محمد بن خالد العطية. أيها الإخوة المتابعون، أذعت وأعلنت على حضراتكم المراكز الخمسة الأولى المندفعة في هذا الشوط وفي هذا التحدي وفي هذا الظهور الخاص مع هذه الأسماء المميزة. 6 كيلو، تبقى عندنا 6 كيلومترات عن خط النهاية، يعني راحت كيلوين وبدأنا مع 6 كيلو. واليوم يوم الثمانية ويوم المتعة ويوم الكبار، وما أدراك ما رقص الكبار. يا سلام المقدمة هناك، اندفاعت المقدمة والصدارة، اندفاعت المقدمة. بنت صوغان على مقدمة الشوط على الكادر الفوقاني عبر شاشة قناة الريان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ضيفة من دولة الإمارات العربية المتحدة يضمرها عبيد بن شينان المري. المركز الثاني غيرت في هذه اللحظة، اللي معها في الكادر الفوقاني هي الغارية، غيرت وانتقلت إلى مقدمة الشوط شعار هجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران المري الذي قدم بلشة في الشوط الرئيسي الأول واحتلت المرتبة الأولى والمركز الأول وحصلت على الناموس الأول المستحق لهذا الشعار الكبير. انتقل إلى ثالث المراكز، أجد أسياد ولا الداودية، هذه الداودية على المركز الثالث. نعم، يضمرها سالم بن فاران المري بشعار هجن الشيحانية، تحمل الرقم 9، تشاهدونها على شاشة قناة الريان. أشكر مخرجنا أحمد هذا النقل المميز والفريد من نوعه. قناة الريان الفضائية الرائدة دائما معنا في هذا المجال. أسياد على المركز الرابع، شوفوها بالمركز الرابع لهجن الشيحانية، يضمرها سلطان الوهيبي. المركز الخامس، هذه خيرة، هذه خيرة، أرحب بخيرة وبشعار خيرة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آثاني، يقودها محمد بن علي بن جرحب في عملية التضمير والمتابعة. هذه الأسماء الخمسة كوكبة من الحيل تشارك، أسماء لها ثقلها ولها وزنها ولها إنجازاتها ولها سجلاتها الحافلة التي شاركت بها في هذا الشوط وأهلتها لخوض هذه الأشواط المميزة. نعم، حيل لها أسماءها الكبار
تشارك. البداية هناك، شوفوا البداية والمقدمة وشوفوا الصدارة. هذه هي أسياد على مقدمة هذه الغارية، الغارية الغارية على المقدمة، وتليها الداودية، ووجود بنت صوغان، ووجود أيضا خيرة، ووجود أسياد. المراكز الخمسة الأولى هذه باختلاف شعارات هجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة التي تشارك في هذا اليوم. هذه أسماء كبيرة، أسماء كبيرة شاركت في الرموز، شاركت في الأشواط الرئيسية، شاركت في أقوى الأشواط، باحثة عن تحقيق ناموس لما تحمل من شعار مميز يستاهل الناموس. الله، أعود إلى مقدمة الشوط. لوحة الأربعة انتصفت المسافة، وانتصفت المسافة مع الغارية القائدة لزمام ومقدمة هذا الشوط الغارية، والمركز الثاني الداودية لهجن الشيحانية، كلاهما بتضمير سالم بن فاران المري، وتقدم لخيرة. خيرة، وديروا بالكم من خيرة، ديروا بالكم من خيرة. هذه خيرة المحتلة للمركز الثالث، المحتلة للمركز الثالث. شعار غني عن التعريف، يتواجد دائما معنا أبو فهد هنا متابعا ومشاركا مع هذه الأشواط القوية لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، يضمرها المبدع محمد بن علي بن جرحب المري. ولكن أسياد، أسياد، أسياد بشعار هجن الشيحانية من الجانب الآخر تنطلق مع الوهيبي. الوهيبي نار على علم الوهيبي، الوهيبي، ولكن عمدة المضمرين ينضم إلى المضمرين العمالقة المتواجدين سالم بن فاران بن جرحب، وهنا الوهيبي، وتواجد معهم عمدة المضمرين الشيبة، الشيبة متواجد اليوم، عبيد بن شينان المري. الله، يتواجد مع بنت صوغان بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. أسماء كبار ونحن في مسيرة الكبار، ولكن ما بعد الخمس أرى شعارات كبيرة لهجن أصحاب السمو والشيوخ تشارك، ولكن دائرة الخمس، دائرة المنافسة المسموح لنا بإذاعتها. الله، وصلت الوجبة، وصلت الوجبة بالمركز الخامس، يعني حلوت المنافسة، حلوت المنافسة. نبغيك العطية قدام شوي، نبغيك قدام شوي. الله، الغارية على المقدمة، الغارية مع مقدمة الشوط، الغارية في هذا التحدي الكبير في هذا اليوم، في هذا اليوم يوم الكبار. سنودعكم إن شاء الله في هذا اليوم إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، يوم الأحد القادم، في بداية جديدة مع هجن أصحاب السمو والشيوخ، في بداية جديدة. نتمنى أن وفقنا إن شاء الله لنقل الصورة المميزة من هنا، من ميدان التحدي، لهذه الرياضة العربية الأصيلة. المقدمة لازالت الصدارة كما أسلفت، الغارية لهجن الشيحانية بتضمير سالم بن فاران المري. هنا المركز الثاني أسياد، تحركت أسياد بشعار هجن الشيحانية، والمضمر هو المضمر هجن، يضمرها سلطان الوهيبي. المركز الثالث، المركز الثالث، خيرة على المركز الثالث لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، يضمرها محمد بن جرحب المري. المركز الرابع، الوجبة، الوجبة على المركز الرابع بشعار هجن الشيحانية، ويضمرها سالم بن فاران المري. المركز الخامس، المركز الخامس، هذه المحتلة للمركز الخامس، وانطلاقة أيضا مميزة لهذا الاسم ولهذا الشعار، شعار هجن الشيحانية مع الداودية المحتلة للمركز الخامس بتضمير سالم بن فاران المري. يعني أبو جابر يخطط، عنده المقدمة مع الغارية، وعنده المركز الثالث الوجبة، وعنده المركز الخامس أو الرابع الوجبة، والمركز الخامس يقدم الداودية. يا سلام، أسماء كبار والناموس حائر بين شعارين كبيرين في هذا اليوم، شعار هجن الشيحانية وشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، التي انطلقت في هذه اللحظة. ويالله الخيرة، خيرة مع خيرة، محمد بن علي بن جرحب يقدمها، يقدمها
الله، هذه خيرة على مقدمة الشوط، هذه خيرة والمنعطف الأخير، الكوع الأخير نحو خط النهاية. تحركت أسياد، انطلقت الوجبة، الوجبة 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 الوجبة، والمركز الرابع، انطلقت الغارية ولا الداودية على المركز الرابع، وهنا الغارية بالمركز الخامس. شعارات يهجني أصحاب السمو والشيوخ، وخيرة مع مقدمة الشوط، الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير عن خط النهاية، وخيرة، ويا عسى فالأمر خيرة، يا عسى فالأمر خيرة يا بن جرحب. الله، شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني بهذا الشكل المميز، بهذه الذلول المميزة التي تقدمها وتقدم من خلال تواجدها في مقدمة الشوط. محمد بن جرحب يضمرها. الله، أسياد من الجانب الآخر وترقب للوجبة بالمركز الثالث، ولكن أسياد حتى هذه اللحظة لم يصدر عليها أي أوامر. الله الله، الثلاث اللي بهنزان اللقاء مع الكيلو متر الأخير، 600 متر الأخيرة، وين راح الكيلو متر الأخير؟ حنا عند لوحة 600. الله، المقدمة مع خيرة، خيرة خيرة خيرة، الله على مقدمة الشوط. أسياد، أسياد بالمركز الثاني بشعار هجن الشيحانية، وانطلقت الوجبة بالمركز الثالث، ويا عسى بالأمر خيرة يا بن جرحب، يا عسى بالأمر خيرة. الله، أسياد، أسياد الوجبة، انطلق الذهبي كما قدم الأسماء المميزة، قدم بلشة في الشوط الرئيسي وها هو يقدم الوجبة، وعادت خيرة، خيرة خيرة بالمركز الثاني، خيرة يا بن جرحب. ولكن المقدمة مع هجن الشحانية تنطلق وتفوز بهذا الشوط بتقدم الوجبة. تهانينا لهجن الشحانية، وأهني المضمر سالم بن فران المري. المركز الثاني خيرة، قدمت أجمل عروض لها في هذا المساء بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، واحتلت المركز الثاني. أسياد بالمركز الثالث لهجن الشيحانية، والمركز الرابع الغارية، والمركز الخامس الداودية بشعار هجن الشيحانية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية على فوز الوجبة بالمركز الأول. توقيتها الزمني 12 دقيقة 53 ثانية 84 جزء من الثانية، هو التوقيت الذي سجل مع هذه الذلول المميزة اللي هي الوجبة، والتوقيت راح عندها، سجل عندها، سجلوه يا أحمد عند الوجبة صاحبة أفضل توقيت. هذه صاحبة الشوط السابع، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، وأهني أيضا سالم بن فاران من قدمها. خير احتلت المركز الثاني، توقيتها أيضا مميز 12 دقيقة 55 ثانية 90 جزءا من الثانية. أهني سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، وأهني محمد بن علي بن جرحب بالمركز الثالث يا أسياد، 12 دقيقة 57 ثانية 32 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.